على بركة الله وتوفيق مشاهدينا متابعي الكرام، متواصلين بمتابعة شوطنا من هذا الميدان. ترحيب للجميع. شوط ما قبل الختام الذي أعلنت انطلاقته منذ قليل، يسجل عن طريق الجعداء لسن الحجاج. ما شاء الله تبارك الله، أتابع أسماء متميزة سير برحلة الشوط وتعرف من لديه الإنجاز الأول والابداع الكبير. انطلق مع شاهين على الصدارة، عبد الله بن احمد بن عود الرميذي من يقود شاهين على الصدارة، نقلة مباشرة الى المستوى الثاني، والانطلاق على معتقد حامل رقم 15 الوضيحي الحرب الراشد المهيري يتواجد على المسار الثاني. اما المركز الثالث العودة جميلة بالمتابعة، وصل هملول محمد بن خميس بن راشد البطيني يتواجد هناك ابو خميس للمشاركه. المركز الرابع عود مباشره بالمتابعه، اخذ الوعي بقياده عبد الله بن عيسى المنصوري على المستوى الرابع، ولكن التسلل عندك يا من يراقب هذا الشعار يحمل رقم 6 الذي عديناه منذ قليل. اذن نعود إلى بقية الأسماء، نتابع من خلال المتابعة. وصلنا إلى هيمان نسيف بن ضاحي بن رميثي على المستوى الخامس، والمركز السادس عندك يا بن كزلة الأشعار الذي قادم بقيادة خليفة بن جمع بن عتيج الذي ينطلق عن طريق المتابعة. متلف الذي قادم على المستوى السادس. هذه الأسماء الذي قدمناها للمشاركة حتى هذه اللحظات الجميلة والمنطلقة. إذن نعود إلى بداية الشوط، نعود إلى الإشعار. هناك الوضيحي على الصدارة، الله يا أبو راشد على الانطلاق الأول، الحرب راشد المهير يتولى الصدارة، ولكن التسلل هناك متلف يا متلف الذي غاد هذا الشوط. أرصدنا من الجانب الثاني، وصل مشهور، وصل محمد بن مطر بن محمد الرميثي ما غاد هذا الشوط على الانطلاق الأول. أما المركز الثاني الوصول عن طريق متلف جمعة أو خليفة بن جمعة بن عتيج الرميثي، والمركز الثالث عندك يا محمد بن خليفة بن أحمد الرميثي. المركز الرابع يتراجع هناك إشعار بقيادة الوضيح الحرب راشد المهيري، والمركز الخامس الوصول وصل هناك هيمان سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي. المركز السادس وين راقب للمستوى المتميز الأسماء الذي قادمة نحو هذه الأصالة الجميلة. يا سلام يا سلام، ولكن وين غادر هذا الكيلو؟ ولا غادرنا بالفعل، غادرنا الكيلو خلاص. مشهور يا مشهور الذي يتولى الصدارة، يتحكم بالإنجاز الأول، يرافق الصدارة بالإنجاز الأول. راغب لي أبو خادم الصدارة، خلاص يهيمن على البداية محمد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن وين أرصد النكفو. وصل أبو علي، وصل محمد بن علي بن جمع الرميثي، ما يبنى لطاري حتى ذي لحظات. أما المركز الثالث من يحمل رقم 10 بالمتابعة هيمان سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي. والمركز الرابع التسلل مسموح للغاية، جمع خليفة بن جمع بن عتيج الرميثي. يا سلام يا سلام يا سلام، الحوار جميل على الصدارة، ولكن من يراقب الصدارة؟ دير البال يا أبو عبد الله، محمد بن علي بن جمع الرميثي على الصدارة، يهيمن مع كفو على البداية، ولكن بن كزلة غادم بكل قوة، وهناك أبو خادم غادم بكل قوة. يا سلام يا سلام يا سلام، الموقف خطير للغاية، الموقف حساس. وين ناموس؟ وين التجول إلى يا هل ترى وين التحرك؟ وين ناموس يتجول على الصدارة؟ ولكن هناك الصراع مع المنطلق الأول. كفو كفو كفو، هو بالفعل كفو الذي يقود الصدارة، محمد بن علي بن جمعة الرميثي على الصدارة. يا سلام، ولكن التسلل، التسلل مسموح للغاية. راغب يا متتابع، راغب يا متتابع، التسلل مع وين؟
راغب لمشهور مشهور يتسلل على صدارة الانطلاق الأول. سلام لأبو خادم سلام، تهانينا لمحمد بن مطر بن محمد الرميثي بالمركز الأول، المركز الثاني بقيادة محمد بن علي بن جمعة الرميثي، والمركز الثالث بقيادة خليفة بن جمعة بن عتيج الرميثي. المركز الرابع، إذن مركزنا الرابع هناك نتعرف إلى الأسماء المشاركة. ما شاء الله كان حوار جميل ما بين الثلاثة الأوائل الذي بهن دائما. وصلنا إلى مركزنا الرابع يحمل رقم 10 سيب بن ضاحي الرميثي على المستوى الرابع. المركز الخامس التهنئة لسيب بن ضاحي بن سيف الرميثي كذلك يحمل رقم 10 و11 ورقم 6. إذن حامل رقم 8 من وصل على المركز السادس إذن محمد بن خميس البطيني، كل التوفيق.